نبدأ حلقتنا مع قضية القضايا بالنسبة للدولة المصرية والملف الفلسطيني والجهود والاتصالات المصرية المتواصلة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء الشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد كان في لقاء مهم امبارح في القاهرة بين الرئيس السيسي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية السيد سيرجي ناريشكين، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. وصرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبارها الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. مزيد من التفاصيل برؤية تخصصية ينضم لنا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني كيف ترى هذه الزيارة وتوقيت انعقادها؟ يعني أعتقد دي من اللقاءات الهامة التي استضافتها القاهرة على هذا المستوى الكبير الرفيع منذ عدة أشهر. التنسيق المصري الروسي في وسط هذه الظروف على ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية و السلوك الإسرائيلي في المنطقة بصفة عامة طبعا له أهميته الكبرى. وأعتقد أنه اللقاء أمس تناول عدة قضايا تمس المصالح المصرية والأمن القومي المصري، سواء كنا بنتحدث حضرتك عن الأوضاع في قطاع غزة أو التطورات الإقليمية على ضوء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في أول أبريل الجاري، ثم الرد الانتقامي الإيراني منذ يومين على الأراضي الإسرائيلية. فلا شك أنه تبادل وجهات النظر بين القيادات المصرية والروسية وتنسيق المواقف المصرية الروسية ده بيصب في مصلحة مصر حضرتك ومصلحة الجهد اللي مصر بتبذله سواء من خلال الأمم المتحدة أو من خلال الاتحاد الأوروبي أو من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية من أجل الحيلولة دون تفاقم النزاعات ودون تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة على ضوء العدوانية الإسرائيلية الشرسة غير المسبوقة والتي تجسدت في هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمحاولات الإسرائيلية المحمومة منذ 7 أكتوبر الماضي لجر حزب الله وإيران إلى حرب إقليمية شامل. طيب سعادة السفير، عايزة برضو يعني أستثمر وجود حضرتك معانا على الهواء مباشرة في هذا الصباح، وعايزة أعرف وجهة نظرك في السيناريوهات المتوقعة بعد الأحداث الأخيرة من الجانب الإيراني. حضرتك يعني واضح أنه إسرائيل وتحديدا رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية والائتلاف الحاكم الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل يسعى إلى ما سمي بالحروب المستمرة. باللغة الإنجليزية تم التعارف على الفوريفر وورز، يعني الحروب المستمرة. وطبعا إسرائيل بتحاول جر المنطقة وجر بعض الدول العربية إلى صفها من أجل تحقيق مصالحها الأمنية ومن أجل التغطية. وأنا أحب أؤكد على هذه النقطة وأرجو من حضراتكم التركيز عليها. من أجل التغطية
على الضم الممنهج الى الضفة الغربية واخضاع الضفة الغربية حتى وادي نهر الأردن تحت السيادة الإسرائيلية. هذه هي الهدف الاستراتيجي الرئيسي لتحركات نتنياهو وائتلافه حاليا، والشعب الفلسطيني للأسف هو اللي بيدفع هذا الثمن. اليوم احنا في الشهر السابع للعدوان الإسرائيلي على غزة، والهدف احد اهداف قصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، طبعا هو له علاقة بالمواجهة الإيرانية الإسرائيلية المستمرة، لكن احد الاهداف هو صرف النظر عما يحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. سعادة السفير، يعني اسمحي لي يا سارة في هذا التساؤل، وفي وجود حضرتك، يعني هناك تشتيت يتم الآن لتشتيت الرأي العام العالمي حول ما يدور في غزة من قصف مستمر وضم لأراضي إضافية لقوات الاحتلال، مظبوط سعادة السفير؟ حضرتك احنا أمام التوسع الإسرائيلي وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مستمر. أحب أوضح إن هذه الاستراتيجية استراتيجية نفذها بنيامين نتنياهو من اليوم الأول اللي تولى فيها أول حكومة في مايو 1996. نتنياهو اليوم بيستكمل ضم الضفة الغربية في إطار الخطة الصهيونية لإخضاع الضفة الغربية بالكامل إلى السيادة الإسرائيلية. والولايات المتحدة الأمريكية منذ ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون كانت تعلم ذلك ولم تتخذ أي إجراء لوقف هذا الضم الممنهج للضفة الغربية. بالتأكيد رؤيتك تحليلية وعميقة، ومزيد من التفاصيل بالتأكيد ستكون معنا وللحديث بقية سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. جزيل الشكر على وجودك معنا في أولى ملفات هذا الصباح.